واخر واحد كذا. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم لعبة ماري ميكر لأنكم طلبتوا في أغلب الفيديوهات وفي أغلب التعليقات، ارجع لماري ميكر، ارجع لماري ميكر. أبشر، لبنا طلبكم، والحين نرجع لماري ميكر. أول شيء نبدأ بالمراحل المشاركين يرسلون إياها، فخلينا نشوفها مع بعض. وأول مرحلة معانا من الأخ وليد، يقول لك تفضل هذه مرحلتي الثانية لك، أتمنى تستمتع فيها من تصميمي. بسم الله، خلينا نحط اليد تحت عشان إيش 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 فور يوتيوبرز. يا وشي اتوقع اني قاعد اسوي الشيء الصح. انا يوب 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 يوب. ليه 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 ايش في؟ اخيرا مع السلامة. من هذا؟ استنى، هو يبغاني أسوي كذي؟ دقيقة من جدو. والله ما فهمتك. لا تقول لي كذا تبغاني أسويها من جدك. هذه أول مرة أواجهها الحركة دي. تقفل فمه دي. استنى استنى أوريك. السلام عليك يا بطل، والله نسيت اني اجيب النطنطة معايا. طيب وش نسوي بالنطنطة؟ هيطيح. طب ابغى اخذ معايا الباو، ممكن خلينا نشوف اذا حنستفيد منه. والله الظاهر اني لازم اوقف فوق راسه. ترى قلق، امشي انا قلب وجهك ماني فاضي لك. طيب غلط غلط. يا هو كيف كنت اسوي انا؟ كيف كنت اسوي انا؟ سيبها ماريو تلح، ماريو تلح. ما الا انا جاري احسن شيء يا اخي. والله نسيته بصراحه. ايه لا ما نسيته، عارف اجيبه. احيه ور 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 ور. السلام. اما تبغاني اخذ الباو معاي تستهبل. والله صعب. سنة سنة سنة. يا اخي دير مع ضغطي يا اخي. يا السلام عليك. الله 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 يا احمد الله. والوضع كويس. لا يا السلام. الله دقيقة، استنى استنى، يبغى لها ربشة ذي. ارجع ارجع. يا السلام. اسكوي اكوي، ايش ابغى فيها؟ لا ابغى الحين. استنى 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 استنى، اطلع مرة ثانية. تعال حيش، يبغون هذولي. واستهبال استهبال، يقول لي لازم اضرب دي. استنى حشروني. طيب كيف نقتل البعيد اللي فوق؟ وشلون الطريقة اني اقتله؟ الله خلت يعصب. ايه حق ويحق ويحق ويحق. يا عمي امشي انت هناك. او باو هناك موجودة. يمي كثيري. يا ولد يا السلام عليك. طب هذولي كيف؟ والله ذاك معصب. حشر ضعيف في النص. انا استهبلت معاهم هذولي، خلينا اجرهم هناك.
تعال 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 اكويك انت وياه. والله يا ليتني ما تكلمت. فك الباب فك الباب فك الباب الاستهبال حقك. اوكي دخلنا المنطقة الثانية. او هاو بام برام 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 برام. وقال لي تحت ما ادري والله ما ادري. يا اخي ما زبطت يا الله. فين دحين؟ لا تقول لي عند الدودة الابلة يا اخي. اوكي 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 وضعي كويس كويس. تشيك بوينت في مكان ممتاز. امشي مع الخط. هو بنى الشبابيك. اوكي اوكي بنى الشبابيك خلاص حفدته. اوكي ممتاز يا فنان يا ولد. وا 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 ما ادري ادري انه فيها هيكل عظمية. يا اخي ودي اقص يدك ماريو. اوكي ممتاز. الحين هذولي ايه. واو 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 والله كنت بجيب العيد. وا 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 والله اني نقصت والله اني نقصت. استهبال لعبة خايسة يا اخي. نقصت يا اخي بلا استهبال. اوكي خذ نفس عميق. ما حيفيد النفس عميق حيكتمني. خلينا اطلع الطاقة اللي فيها. يمكن هذه الطريقة الوحيدة اللي يمديني افوز فيها. يا شايف شايف اقول لكم الطاقة مهمة. نقصت. يا عديتها. وي 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 وي. اما لازم اوه حركه حلوه دي. ما جاني شيك بوينت. لا تقول لي ما جاني شيك بوينت. استخفاف بعقول الناس. الشاشه تفرق. اوكي هذه لعبه حساسه. لا لا لا. ايوه بس 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 منطقة حساسة. لا تقول حساسة عشان لا تموت. اي تعال تعال تعال. اوه هم يمشوني. طب مو تنزل شوي تحت. واو 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 بالاستهبال. لا تطلعوا لي فوق مرة. بنحشر بنحشر. كيف طيب الحين؟ يا اخي ايه صعبه صعبه. ما فهمت والله بصراحه. انا انقز على هذه. يا هوبا 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 اسويها. تحسب اني اللاعب بسيط. لا خلي بندريتر بس ما فعله. ايش اسمه؟ كافو. كيف انت فعل تها. اوكي شكرا شكرا على الكلمه الحلوه. ايش في ايش في؟ اوكي حط لي طريق. اوكي اجيبه اجيبه برضه برضه اجيبه. والله مره حلوه بصراحه. والله اشكرك يا وليد. حلو انه بالنهايه ناقص كذا يمين اليسار. اوه بعدين يروح. اوكي المرحله اللي بعدها. نيو ريكورد. والله اني فنان. يلا يا سعود تعال خلصها. يلا يلا خليك فالح وعدي الرقم القياسي حقي. المرحله الثانيه معانا من اخونا احمد. يقول يا عمران حبيبي يا عمران. ترى خجل بسرعه. جبت لك مرحله صعبه بس ان شاء الله تعجبك. اوكي اوكي شكرا شكرا. هذه المرحله قدامنا. سهلة يا شيخ. ما هي صعبة. سهلة 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 سهلة. جومبا إيزاكي. برا 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 برا. عساني ما غلط فيها. ما أدري أبغى. هاي شكلي جبت العيد. خلينا نعيد. شكلي جبت العيد فخليني اعيد. يا سلام والله ينفع
ساحر 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 شاعر ايش اللي شاعر ساحر شاعر ولا ساحر لو لف هذا لما يرجع مكان اما ضاع اوكي ما يهم الان مش ناخذ السلاح ليه ما اعطاني مفتاح ويحك شكلي جبت العيد شكلي جبت العيد ما يهم المفتاح قاعد اخبط يا الله ارجع ارجع بسرعة سنة حقتك بسرعة 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 خلينا نقلب على ظهرك عشان تاخذ وقت زيادة ليش ليش هيك ليه ما يعطيني مفتاح زي اول يا استهبال انت خلينا نشوف انت الدنيا دي بس طب يمكن نعدي زي كذا ولا مات ذاك مات خلينا نشوف ايش في قدام طيران مره ثانيه طب يمدي ننزل تا ترا ترا بام 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 طب وش اسوي بالمويه الفاضيه ذي ايش اسوي تا ترا لا الاغنيه عجيبه بصراحه ما في ولا شيء بحر فاضي هل تعلم ان البحر يشكل 70% من الكره الارضيه عجيب بام 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 ها وصلنا الانبوب وحتقتلنا في النهايه او يردنا من البدايه المفتاح المهم اوكي منطقه جديده لا 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 من غير حشرات من غير حركات الحشرات فيها برد برد تعال منك حتزعجني حطردك انا اجيب لك ملابسك البس والله اني سويته بس هم يستهبلون والله اني زبطته بس هم يستهبلون تعال انت احتاجك مره ثانيه الأحمر ما يطيح صح؟ الأحمر ما يطيح يرجع مو زي الأخضر أهبل يطيح لا لا كنت لازم أدعس من الطرف اليسار عشان يا الله يا نحس تعال ورع شكله ما نحتاجك تدري برضه يبغى له حق الطيران والله زبطت والله ما والله لي ثانية ما حسبت إني زبطتها لي ثانية واحدة فقط السؤال المهم اللي بعده إيش هيسوي معايا هذا المهم لازم دحين اوكي ممتاز ممتاز لا والله كنت بجيب العيد كيف؟ كيف أنا كم أطيح زي؟ يكون كنت مفروض أجلس فوق. ما شكلي تعلقت ما أدري شكلي لازم أجلس فوق بس أطلقه بعدين هو ينزل ديج ديج يسوي الباقي بعدين خلاص. هي حلوة بس يبغى لها وقت. ياي أخي حلو لما تسويها. استعين. لازم أوكي. بام 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 اوكي ممتاز يا سلام يا ولد ابو التوقيت الرهيب والله يا توقيت مره رهيب طب انا ايش اسوي الحين يانغا يانغا استنى 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 مديني 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 اتزحلق من تحت اسوي بلهات والله انك تحتاجها هذيك كيف طريقتها؟ أحي يبغى أنا أسوي يا أخي والله صعبة الحركة ذيك والله مرة صعبة ياو والله بديت أفهم لها بديت أفهم لها ما أعرف كيف وزنيتها أنا أصلا بالكيب والسلحفة معاي الناس قاعد بالجدار وردها
ما اعرف وزنيتها. يا شايف ما اعرف. يا دعوة يا با جبتها خلاص. تعرف شباب انا معليش بعتذر لانه هذا بياخذ وقت طويل. اسف اني ما اقدر اكملها بس بياخذ وقت طويل. ما هذه متعبه حتى لازم اتعلم على التوقيت حقه وتطلب وقت مره. فنروح المرحله الثالثه ويعطيك العافيه على انك اعطتنا المرحله الحلوه دي. هي عجبتني. المرحله الثالثه معانا من الاخ اومد الظاهر اسمه كذا ما غلط فيه ان شاء الله. يقول لك مرحبا من عمران بعدين يعطيني المرحله بعدين العب هذه المرحله متاكد انها بتعجبك. ملاحظة مو أنا اللي سويت المرحلة. أحب الصادقين لأمثالك جد أحبهم. ويجيني واحد كده يلطش لي مرحلة يابانية ويقول لك هذه مرحلتي. ترى نعرف ترى مو بسهولة تكذب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا السنة ما زبط طول نطلع. هيا 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 هي. ما يهمني كم أخذت ما أخذت بس في طحالب كثيرة في المرحلة. يايك يايك قفلت على نفسي. اوكي سا يا اخي دقيقه استنى خليني افكر خليني اعرف. تح اوكي جبت تح اوكي. يا وشي كيف حالك؟ يا سلام عليك ويشي. دائما تضحي بحياتك عشان ماريو رغم انه ما يستاهل الشنب الرخيص ذا. ايه بوم لا اكرهها ذي الدونات ذي بلهد تنرفزني ترى. بوم مو لازم على الدونات لازم بس على الثلج. يا اخي تشعبط في الجدار تشعبط ولا حط خشمك فيه ولا اي شيء. شو لك حل 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 حل. واو انا عجبتني المرحله بس ما عجبتني دوب عشان بام استنى بام لا استنى كيف هي بام 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 كيف هذا والله تعب يا ولد. طيب يقول لك هنا حبه بعدين حبه بعدين تطيح بعدين طيب هنا حبه. يا سلام يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ليش تعورني؟ شكون هذا ريسيت النظام يعني؟ ها في قوالب ثلج. طب قوالب الثلج ترجع؟ ما توقعت اني ابوس الاسود ذا. ما توقعت باذنجانه. شويه يبغى لها تركيز يعني يبغى لها وزنيه مو بس ناقص مثل القرد. ماريو خربتها. كم واحد فيه؟ ليش ولد خايف يعضني يا شيخ. حرام. يس اخيرا هيا جاك هذا الثاني. سوينا الصعب بعدين رحنا للسهلة. طب هذا البوب حقت ايش؟ ريست ولا ايش؟ ماني فاهم. لا تعضك الباذنجانة لا تعضك. يا ولا عجيبة. طب اخر واحد كيف؟ ألن أنا عندي فكرة. جاتني فكرة أخلص آخر واحد عشان أرتاح في البداية. جبنا الصعبين دحين السهلين أموت فيهم كذا. هو النظام
الضغط والله بطيئة. تخيل اموت الحين فادي. آه. جبناها. طب الابواب هذا حق ايش؟ اوكي يقول لي جيب مفتاح معك. معي مفتاح شايف؟ وخلصت المرحلة. اوكي كويس كم ادري فجعني يوشي مفقع من البيض حق بلوك. مرحلة حلوة عجبتني بصراحة، لذيذة لطيفة رهيبة. عبد الرحمن السلام عليكم، جبت لك مرحلة حلوة وجميلة، فكرتها انك تجمع مفاتيح تفتح الباب اللي يبغاه المفتاح. والله يسعدك المقاطع الجميلة، شكرا يعطيك العافية. الله يسلمك، الله يحفظك يا شيخ، الله انك انت رهيب يا اخي لكل اللي جابوا مراحل. يا شيخ حرشتني سعود كالعادة قاط وجهه في كل مرحلة. طيب يعني والله كثيرين بيج بويز جمبس، بيج بوي جمبس. اوكي 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 والله والله بام بام. لا احي ما مو غلط كذا، والله مو غلط. بيج بوي جمب هو قال لي. والله هذه ما هي سهلة، والله ما هي سهلة ابدا. ايوه كيف تبغى ندخله تحت؟ هو ضيخه كبر ضيخه كبر ضيخه كبير ترى مره كبير. والله كيف تبغى ندخله؟ والله صعبه. ما ادري هل لازم اكون صغير. وات ياو كيف يا اخي؟ لا ماني عارف. ما يقدر يوصل هناك، ما يقدر، ما يقدر يوصل. صعبة 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 صعبة. والله المرة صعبة، كيف تبغى يوصله؟ ما والله هذه مره الله يهداك الله صعبه بالزياده، بس يلا نجرب حظنا. يعني شوف انا اقول لك على حاجه، ما عندي وقت والله اطول في التسجيل، يعني لو هذا مقطع يجي البث، لو يجي بث عادي مدينا اكمل وقتي معاه عادي اخذ ساعات، بس المقاطع كل ما طولت كل ما يصعب عليه في الانتاج، في الانتاج في الايديتنج، يعني نفس الانتاج والايديتنج كل واحد. يا معلش يا صاحبي عبد الرحمن، انا متاسف جدا لانه هذه المرحله يبغالي فيها ساعات عشان افهمها، يبغالي مره ساعات. شكرا على انك جبت لي مرحله، شكرا يعطيك العافيه. وايضا نتمنى من البقيه يجيبون مراحلهم، اتمنى انهم يجيبون مراحلهم. عادي انك تجيب مراحل اجانب، بس جيب شيء معقول يعني، يعني فوق شوف شوف هو النسبه كم هنا، انا اعطيك النسبه فوق 0.50%. اوكي واضحه معايا؟ 0.50% فوقه اي نعم، بس تروح لي تجيب لي مراحل 0.01%، هذا اقل شيء تجلس عليها 50 ساعة عشان تختمها، يعني مستحيل الواحد يختم. اذا تبي تجيبوا لي مراحل صعبه في البثوث اي نعم، ما عندي ساعات بالهبل اجلس العب. هذه احد المراحل اللي مره انبسطت عليها ومن زمان ما لعبتها، بس ودي العبها واوريكم اياها، يعني اللي هي اسمها كيب يوشي الايف، يعني يوشي لا تقتله، حاول انك ايش تحافظ عليه دائما. ف خلينا نروح سويا. اما في وقت كمان، استنى استنى خلينا اتذكر المرحله بس، استنى 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 اوكي ايوه كذا. يا سلام تفك له البوابه. لا 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 غلط 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 غلط. اوكي اجين عندنا سويا فيس فيس. اوكي الله لا 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 استنى استنى يوشي 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 استنى استنى حبيب 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 حبيب. وين راح يوشي؟ وين راح يا عيال؟ يا عيال حبستوه حبستوه، الله لا يوفقكم. ظاهر اني غلطت غلطه، المفروض لازم تستنى شويه.
سويت انا؟ لا لا يا الساحر يا نكبة يا نكبة عدم الدنيا. يا الله اكره البني ادم ده، دائما يخرب عليك المراحل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اتذكر انه كان في طريق مديني اسحب عليها ذي كلها. والله اني ناسي كيف طريقتها، والله ناسي ما ادري، بس نقزت كذا ببلاها مني. ما لا تسألني ايش سويت، لا تسألني، بس تفلسفت يا اخي الساحر. والله شكلي يوم من ايام اقسم بالله شكلي بتحور فيك. وانت كمان سر، وانت كمان سر، وانت كمان سر، وانت كمان سر. ياي عدينا. اوكي خلينا نبدا الفلسفه حقتي. انا كيف كانت؟ اوه بالله كده ياي. واو واو انت زحلقت، فزت خلاص، انقلع عيوشي ما حد يبغاك دعين. ما اتذكر ان كذا كنت اقدر اخلصها. بس هذا هو. اوكي كذا نوصل لنهايه المقطع، ويعطيكم العافيه اللي 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 اللي, اللي كتبوا مراحل. واتمنى في الكومنتس ناس يكون كذا مراحل حلوه صعبه لذيذه خفيفه يعني تتخلص بسرعه. و يا هذا كل شيء، لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك والكومنت ونشر والفله ذي كلها. كان معكم عمران حازم، نشوفكم الف خير ومع السلامه.